ما حكم الاسلام في من يبني البيوت في المقابر؟ المقابر لا يبنى فيها، ويجب ان يزال البناء، وعلى الدوله والمسؤولين البلديات وهيئات الامر والنهي عن المنكر وعلى الامراء ان يلاحظوا هذا. القبور يجب ان تصان وان تسور وان تحفر ولا يبنى فيها بيوت ولا دكاكين ولا غير ذلك، بل تبقى الموتى ويدورهم ويا محلهم.